عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في قناة وصفات ساكنة. اليوم سنقترح عليكم فقاس بطريقة جديدة ومختلفة وراقية. إلا عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة تضغطوا على المربع الأحمر مربع الاشتراك أبوني أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي. والآن غادي نخليكم مع مقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير ديال هذا الفقاس، عندنا 180 غرام ديال الدقيق الابيض، 125 غرام ديال القرقاع او الجوز، 120 غرام ديال السكر سنيده، ربعه ديال التمر، خماره، 100 غرام ديال الزبده، 125 غرام ديال الماء، معلقه كبيره ديال الكاكاو، بيضه، راس نص معلقه عفوا ديال بيكربونات الصود، واحد شويه القرفه وشويه ديال الملح. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ناخذ 125 غرام ديال الماء، غادي نوضعوها فوق العافيه حتى تبدا كتغلى شويه، وعاد نضيفوا لها التمر. صافي، دابا فاش كيبدا كيغلى الماء غادي نضيف التمر. انا قطعته هنايا صغير باش ما ياخذش وقت بزاف داغي كيتحل التمر. صافي، كنبقاو نخدمو التمر ديالنا بحال هكايا حتى كيشرب هذاك الماء ويندمج مزيان مع هذاك الماء. التمر ديالنا بعد ما كيتحل وكيندمج مع هذاك الماء، دابا غادي ننزلو من على النار. غادي نضيفو لها دابا هاد التمر هذا، غادي نضيفو له راس المعلقة ديال القرفة، وغادي نضيفو الكاكاو دابا. نضربو الكاكاو ديالنا، غادي نخلطو مزيان. وغادي نضيفو دابا هاد 100 غرام ديال الزبدة باش تدوب لينا في هاد الحرارة ديال التمر. صافي، هو الخليط ديال التمر ديالي بعد ما تنخلطو مزيان، دابا غادي نحتفظ بيه على جنب وندوزو نحضرو الخليط الثاني. ناخدو دابا هاد البيضة هادي، غادي نخدموها شوية مع السكر تدوب لينا هاديك السنيدة.
وغادي نضيف شويه ديال الملحه صافي، وغادي نخدم هاد البيضه مع السكر مزيان حتى نحسو بهذيك السميده ذابت. صافي بعد ما كنخدمو البيض والسكر غادي ناخدو دابا الدقيق، غادي نضيفو له هاد الخماره هادي ونضيفو له بيكربونات الصود ونخلطو مع بعض. وغادي نبداو نضيفو على الخليط بشويه بشويه. بعد ما كنضيفو الدقيق كامل حتى كنكملو كنخلطو العناصر مع بعضها وكتندمج، دابا كنضيفو خليط ديال التمر كنبقاو كنضيفو عليه بشويه بشويه، وغادي نخلطو بطراب كهربائي باش يندمج كل مع بعض. كيبقى لينا الجوز هو اخر حاجه، انا قطعته هكا على النصف باش يبقى طويل، منين كنقطعوه الفقاس ديالنا كيجي باين في الفقاس، المهم كنفضل يبقى فحال هكا بالطول. بالنسبه للخليط راه فيه الزبده، ان فوا كيدخل الفران راه ديك الزبده كتعاود تطلق. انايا خديت هاد الليمون هادو هما اللي غادي نستعمل سميتو، غلف دهنتهم وغلفتهم بابي سولفيغيزي باش ما يلصقش ليا فيه الفقاس، ودابا داك الخليط عملته في البوش وغادي نفرغه كيف ما كتشوفوا معايا القوالب ديال الفقاس ما عمرتهمش حتى الفوق، خليت واحد شويه فين مازال حيت فيهم الخماره وفيهم بيكربونات دو صود، مازال غادي يزيدوا تنفخوا، وغادي باش يجيونا مقادين غادي نحطوا واحد البابي سولفيغيزي فوق منهم، وغادي نحطوا لاطه باش منين يتنفخوا يجيو مقادين ماشي يتنفخوا ويصيحوا لنا على المول، وغادي ندخلهم للفران حتى كيطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله. الفقاس ديالنا بعد ما كيطيبو كنخرجوه من الفران كنزولوه من القوالب كيتزول بسهوله، وكنعاودو نخليوه حتى كيبرد شويه ونعاودو ندخلوه للمجمد حتى كيتجمد ويقبض في راسو، وعاده كنخرجوه وندهنوه يا اما بناباج يا اما بالشوكولا ونزينوه مزيان كيبقى اختياري وعلى حسب الذوق. صافي انا هنا غادي ندهنو بشويه ديال المربى على هذا الشكل هذا، خديت هنا اللوز كونكاسي بالنسبه لهاد الفقاس هذا راه كيجي خفيف بحال الكيك. نعاود ندهن من هنا من الفوق، نحاولو نثبتو فيه هداك اللوز كونكاسي
ولا تستعملوا الكوك ولا لوز ايفيلي ولا مهم على حسب اللي متوفر عندكم. صافي هو كيفاش كيجي بعد ما كنقطعو. كتشوفوا هذوك الطريفات ديال الكركاع كيفاش كيجيو. صافي كنبقاو كنقطعو هكايا بشويه بشويه حتى كنساليو. الشكل النهائي ديال الفقاس ديالنا كيتقدم على هذا الشكل، هذا كيتقدم بالصحة والراحة، ونتمنى انكم تجربوه واكيد ينال الاعجاب ديالكم.